يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الحلف بصفات الله الذاتية والفعلية، مثل أن يقول ويد الله ووجه الله واستواء الله؟ يجوز الحلف بالله أو صفة من صفاته، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات. كلمات الله من صفاته سبحانه وتعالى، كلماته القدرية وكلماته الشرعية استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.